من خان يونس ينضم إلي بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. يعني بشير، ليلة كانت مستمرة في إطلاق القذائف والصواريخ على شمال ووسط وجنوب القطاع. أطلعني عما لديك في خلال 24 ساعة الماضية. تحية لك عمرو. يعني ما يجري في قطاع غزة هو استمرار للقصف الإسرائيلي باتجاه مناطق واسعة في هذا القطاع. القذائف المدفعية لم تتوقف عن التساقط باتجاه مناطق واسعة من مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. هذه المدينة التي تشهد عدوانا إسرائيليا موسعا منذ قرابة 5 أشهر متتالية. القذائف تتساقط باتجاه حي الجنين وحي السلام وتل الزارع والمناطق الشرقية لهذه المدينة، فيما تشهد وسط هذه المدينة والأطراف الغربية حركة نشطة للآليات العسكرية الإسرائيلية التي تعيث فسادا في أحياء مدينة رفح مثل مخيم ومنطقة البرازيل والشبور التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير وواسع. حي تل السلطان والحي السعودي الأول والثاني لا زالت أصوات الانفجارات الناجحة عن تدمير المربعات السكنية عقب تفخيخها بالمتفجرات ومن ثم نسف تلك المربعات السكنية. في المنطقة الغربية لرفح أيضا كان هناك إطلاق نيران من الزوارق الحربية الإسرائيلية باتجاه الشريط الساحلي بدءا من مدينة رفح جنوبا باتجاه بلدة بيت لاهيا شمالا. هذا الشريط الساحلي الذي يتعرض باستمرار لإطلاق نيران من الزوارق الحربية الإسرائيلية الذي أدى إلى تدمير طريق الساحل طريق الرشيد. في محافظة خان يونس وتحديدا في المنطقة الشرقية من هذه المدينة قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال ساعات الليل منزلا يعود لعائلة أبو جزر. هذا المنزل دمر وسوي بالأرض، استشهد فلسطيني وأصيب 5 آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج. أيضا في المحافظة الوسطى تحديدا في مدينة دير البلح قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في داخل هذه المدينة، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة الخطورة. هؤلاء الشهداء الأربعة هم يعني رجل وزوجته واثنين من أطفاله وإصابة عدد آخر من أبنائه الذين كانوا يتواجدون في داخل هذا المنزل حينما باغتته الطائرات الحربية الإسرائيلية بالقصف بشكل مباشر مما أدى إلى تدميره على الفور. في مخيم النصيرات وهو المخيم الواقع في المنطقة الشمالية الغربية للمحافظة الوسطى لم تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن إطلاق قذائفها باتجاه المناطق الشمالية الغربية لمخيم النصيرات، الأمر الذي أدى إلى دمار واسع في تلك المنطقة. اشتعلت نيران في منازل المواطنين ولا زالت الطواقم الإغاثية تحاول السيطرة عليها وتحاول أيضا الوصول إلى تلك المنطقة من أجل انتشال الشهداء والمصابين. على الأقل استشهد فلسطيني جراء هذا القصف وأصيب العديد من الفلسطينيين الذين لا زالوا محاصرين في داخل تلك المنطقة التي تتعرض إلى هذا القصف العنيف. لا تستطيع الطواقم الإغاثية حتى اللحظة من إجلائهم بسبب كثافة النيران في تلك المنطقة. في مخيم البريج والذي يقع في إطار أيضا المنطقة الشرقية الشمالية للمحافظة الوسطى لا زالت الطائرات المسيرة تقوم بإطلاق القنابل باتجاه باتجاه هذا المخيم، وأيضا هناك إطلاق نيران من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة بالقرب من هذا المخيم والتي تقوم بمهمة فصل الشمال عن الجنوب، الأمر الذي أدى إلى وقوع مجموعة من الإصابات في حق المواطنين الفلسطينيين. فيما يتعلق بمدينة غزة والشمال، حي الزيتون الذي يقع في المنطقة الشرقية الجنوبية لمدينة غزة أيضا يتعرض إلى إطلاق نيران كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية. الطائرات الحربية تفتح نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه حي الزيتون وكذلك باتجاه المناطق الغربية لمدينة غزة بشكل عام. بالتالي نحن نتحدث أن العدوان الإسرائيلي يطال كل محافظات قطاع غزة، نتحدث عن أعداد ترتفع من الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا خلال 24 ساعة الماضية ووصلوا إلى مشافي القطاع.
نعم بشير قبر مراسل القاهرة الإخبارية، أشكرك على هذه الرسالة من خان يونس، شكرا.